ولمزيد من إلقاء الضوء ينضم إلينا عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. يعني مشهد ملحمي مصري بامتياز أمام معبر رفح اليوم، نتحدث عن المستوى الأكبر للعمل التطوعي، مشاركة عدد كبير من المؤسسات. حياة كريمة حضراتكم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. رسالتكم والتنسيق بين حضراتكم يا فندم، تفضل. بداية الحقيقة يعني زي ما حضرتك ذكرتي، رسالة تؤكد على قوة وتلاحم الشعب المصري خلف القيادة السياسية. السيد الرئيس بمجرد توجيهه بالتحرك لدعم أهالينا في قطاع غزة، ومع تتابع الأحداث وما نشاهده يوميا من مآسي داخل القطاع، الحراك الحادث داخل المجتمع المصري كله كان مختزل النهارده في الصور اللي نقلت للعالم كله من امام المعبر. مكونات الصوره الحقيقه بتعكس الى اي درجه الشعب المصري كله بكافه مكوناته يعي الدور المهم الذي يجب ان نقوم به ونقوم به باقتدار في بداية دعم القضية الفلسطينية زي ما ذكر السيد الرئيس في أمام القمة العربية الإسلامية. وكمان الحقيقة الرسالة الأبهى والأكثر نصوعا والأكثر إضاءة بالنسبة لنا كتحالف وكمؤسسة صناع الخير، وأعتقد ذات الرسالة بالنسبة لمؤسسة حياة كريمة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الرسالة مفادها أن الشعب المصري كله خلف قيادته السياسية يقف لدعم أشقائنا في غزة، لا يتوانى لحظة عن تقديم كافة أشكال الدعم. القضية الفلسطينية قضية جوهرية تهمنا بالدرجة الأولى، قضية أمن قومي. نعي دورنا، نقوم بهذا الدور على أكمل وجه. أعتقد أنه كمان الرسالة بكل هذه المفردات وصلت بقوة ليس فقط للرأي العام الداخلي، ولكن للرأي العام العربي. نعم. وللرأي العام العالمي. فيما يتعلق بهذه الجزئية أستاذ عصام، فكرة مخاطبة الرأي العام العربي، الرأي العام العالمي وهو المعني بالتأكيد، أنت كمدير للمركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، أحب أعرف التنسيق الإعلامي بين حضراتكم، بين التحالف الوطني للعمل الأهلي، بين حياة كريمة، بين الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية، كيف يتم هذا التنسيق بهذا الشكل الذي رأيناه من خلال المؤتمر الصحفي الذي تابعناه منذ قليل أمام معبر رفح؟ الحقيقة بالنسبة لنا في صناع الخير، وأعتقد أن كل مكونات التحالف الوطني تعي أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق للرأي العام. احنا كمان كمجتمع مدني يعني الإعلام أداة من أدوات الوصول القوية للرأي العام والشرائح الداعمة. بالنسبة لنا على وجه الخصوص يعني احنا في تواصل يومي مع كافة وسائل الإعلام، مع مكونات الشركة المتحدة. على سبيل المثال الحقيقة في ذات اللحظات اللي الأنظار كلها كانت بتتطلع لمعبر رفح، كان في صورة إنسانية رائعة الحقيقة كان بينقلها الإعلام معانا النهاردة كمان كصناع الخير من إحدى قرى أو من أحد مراكز محافظة الدهلية، كان بتأكد ذات الرسالة اللي موجودين على معبر رفح بيأكدوها. مجموعة من الأهالي متحدين ومناصرين بيجمعوا تبرعات على مستواهم الشخصي لدعم أهالينا في غزة، اللي بيتبرع بكميات من المبالغ تضاءلت أو زادت. الصورة الإنسانية كمان كانت متجلية في رسائل كان بيسجلها أطفال صغار من مركز أجا على الكراتين اللي هتوصل لأهالينا في غزة، كانوا بيكتبوا لهم فيها رسالة ود، رسالة تضافر، رسالة دعم إنساني. أعتقد أن كل الأدوات دي مع الاستثمار الإعلامي الأمثل اللي بتقوم بوسائل الإعلام المصرية وحضراتكم جزء منها مع الشركة المتحدة، أعتقد أنه ده يعني بيمكننا من القيام بالدور اللي احنا بنقوم بيه. والحقيقه برضو ده بيعكس
ازاي مصر كانت رائده وكانت هي بالاحصائيات الدوله الاولى على مستوى العالم في تقديم المساعدات لقطاع غزه في هذه الازمه. نعم، لفت نظري كلمه قيلت اليوم في المؤتمر الصحفي، نحن لا نقدم فكره قافله تحتوي على مساعدات اغاثيه او انسانيه طبيه كانت او غيرها فقط، ولكن الدعم المصري دائما يهدف الى فكره جسر إغاثي مستمر على مدى أيام الأزمة، على مدى أيام الحرب. وبالتالي أسألك، كيف يتم تكوين وتجهيز هذا الجسر لكي يكون مستمر، لكي يكون آمن؟ طبعا هنا أتحدث عن تأمين القوات المسلحة المصرية لهذه القوافل الإغاثية على معبر رفح وضمان دخولها إلى الجانب الآخر، وبالتالي أيضا أولويات حضراتكم في تجهيز وتكوين هذه القوافل. خليني يعني أرجع مع حضرتك لنقطة مهمة يعني قد تكون إجابة على سؤال حضرتك. الحقيقة يعني التعاون والتنسيق الشديد ما بين مكونات التحالف وعمل التحالف الوطني برؤية علمية وبرؤية فيها من التطور والواقعية الكثير، ده كله مكن التحالف من انه يرصد الاحتياجات بشكل ملح، انه يعمل تحول نوعي في طبيعه تقديم المساعدات من قوافل زي ما حضرتك ذكرت الى جسر بري ممتد، مش بس من القاهره، من كافه محافظات الجمهوريه بيتحرك بشكل يومي الى المعبر ومن ثم الى اهالينا في قطاع غزه. الحقيقه يعني المكونات المساعدات كمان كان فيها نوع من يعني التفكير الواعي لطبيعه احتياجات اهالينا في غزه. لما اقول لحضرتك انه الشكل التقليدي من المساعدات الغذائيه على سبيل المثال قد لا تفيد كثيرا الاهالي هناك دلوقتي مع غياب الكهرباء وغياب الغاز والوجود في مدارس وتحت القصف، قد لا تتمكن الاسر من الطهي على سبيل المثال، وبالتالي يصبح استبدال هذه المكونات بمكونات معلبه يعني سريعه الاستخدام وسهلة التخزين وسهلة النقل هو أمر يعني جيد. فلما التحالف يعتمد استراتيجية زي دي أعتقد أنه ده كمان نجاح يضاف إلى نجاحات التحالف في توصيل والتعبير عن دعم الشعب المصري كله لأهالينا في قطاع غزة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير على هذه المداخلة الكريمة معنا.